السيد النقيب، بنشكرك على الفترة الجميلة واحنا في آخر جلسة من جلسات هذا المجلس، مجلس الحرب كما أطلقتم، هو فعلا مجلس حرب خاض الملفات الشائكة، وشرفنا أن نكون معكم، شرفنا أن نكون بصحبتكم مجلسنا الكريم، وشرفت أن أكون تحت رداتكم نقيبي الغالي لأكثر من 3 دورات سابقة في النقابة الفرعية والآن في النقابة العامة، وأنا أغادر اليوم من هذه الجلسة ومن مجلسكم الموقر منتوي للترشح لنقابة محامين بني سويف كنقيب إذا أذن الله، ومعكم وبكم وخلفكم. نقيب سادة أعضاء المجلس، بشكركم على صحبتكم الجميلة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم في القادم سواء انتخابات أو قيادة لتكملوا المسيرة، مسيرة النجاح بإذن الله تحت ريادة السيد الأستاذ معالي النقيب الأستاذ سامي عاشور، نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب. السلام عليكم ورحمة الله.